تتواصل الجهود من أجل تحقيق السلامة المرورية بشكل عام، وفي هذا الإطار تطلق الإدارة العامة للمرور حملات توعوية في أكثر من مجال، من بينها توعية سائقي الشاحنات والتركيز على الاشتراطات الفنية. للسلامة المرورية أوجه كثيرة ومجالات متعددة، ومن بينها ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية المطلوبة في المركبات الثقيلة، والتي تعد أساساً من أجل سلامة سائقها وكافة السيارات التي تسير على الطريق، وهي مسألة تتكامل في الوقت ذاته مع المنظور الاقتصادي من خلال دور هذه الشاحنات في نقل البضائع. تهدف هذه الحملة على مدى التأكد من توافر شروط الأمن والسلامة في الشاحنات، كون هذه الشاحنات أحد عناصر السلامة المرورية وما قد يعتريها من عيوب فنية أو أوتوماتيكية قد تكون مصدر إزعاج وقلق لكافة مستخدمي الطريق بسبب جسامة الحوادث التي قد تقع من تلك الشاحنات. وبحسب توجيهات سيدي مدير عام الإدارة العامة للمرور، تقوم شعبة الفحص الفني وبتنسيق مع دوريات تنفيذ القانون التابعة لإدارة المراقبة والعمليات المرورية بشان حملات مرورية على الشاحنات لمدى التأكد من توافر شروط الأمن والسلام في هذه الشاحنات. في العام 2018 ولله الحمد انخفضت نسبة المخالفات، وعلى حسب الإحصائيات الموجودة عندنا وصلت هذه المخالفات إلى 7600 مخالفة. القيام بحملات توعوية لكافة سواق الشاحنات في مواقع عملهم، حيث تهدف هذه الحملة إلى نشر الوعي والثقافة المرورية والقيادة الآمنة لهؤلاء السواق، وأيضا يتم استخدام لغات مختلفة لسهولة توصيل المعلومات إلى سواق الشاحنات. إن ما تقوم به شعبة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور من حملات للتأكد من توافر شروط المتانة والسلامة الواردة في قانون المرور يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع النقل البري بشكل عام، بما يجعله أكثر أمانا وفاعلية للحد من حوادث الشاحنات، وبالتالي رفع مستوى السلامة على الطريق. تقوم الإدارة مشكورة بعمل دورات تدريبية لتأهيل الفاحصين والأخذ إجراءات القانونية حق المركبات، ويكون الدورات حق المركبات الخفيفة، فحص المركبات الخفيفة وفحص المركبات الثقيلة. طبعا أغلب المخالفات حق المركبات الثقيلة عدم وضع قطاع حق الحمولة اللي شايلينها، الأغلبية كلها يكونون إطاراتهم غير صالحة، الألواح المطاطية تكون طبعا كلها غير صالحة. أكثر المخالفات اللي تينا بعد عن سلامة الأنوار، وأغلبية بعد تكون قواعد صندوق الحمولة، أغلبيتها من كثر الحمولة اللي يشلونها إذا كانت أزيد من الحمولة المتبعة حق المركبة تكون القواعد كلها متكسرة. طبعا نقوم بعد نتأكد من ألواح الأوزان هل هي مثبتة في صندوق الحمولة أو لا. جهود مضاعفة تبذلها الإدارة العامة للمرور من خلال قيامها بحملات معاينة سلامة المركبات الثقيلة بشكل مفصل للتأكد من استيفائها لمعايير السلامة، والعمل على رفع مستوى الوعي والثقافة المرورية لسائقيها، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز السلامة المرورية.